هلو جريد تان، عنوان درسنا الجديد ريكتيلينير موشن. قبل ما اشرح درسنا الجديد بدي اعمل شوية ريفيجن عن درسنا السابق ديسكريبشن اوف ايموشن، لان هالدرسين كتير مرتبطين مع بعض. اول شي خلينا نتذكر شو معنات ريكتيلينير موشن. موشن is said to be rectilinear when the trajectory is a straight line. معناتها لما يمشي الاوبجكت على شكل straight line then the type of the motion is rectilinear. بهذا الدرس رح نحكي بس عن الريكتيلينير موشن، ما رح جيب سيرة لا سيركولر ولا كيرفيلينير موشن. بدرسنا السابق كان يعمل لي ريكوردينج للبوزيشنز اوكيباي باي ذا اوبجكت ديورينج اتس موشن، وكان يطلب مني جيب اربع مفاهيم يلي هن افريج سبيد، انستنتينوس سبيد، افريج اكسلريشن اند انستنتينوس اكسلريشن. رح نرجع نتذكرهم سوا. حبلش بالافريج سبيد. أولا شو قاعدة السبيد؟ انتو طول عمركم تعرفوها، السبيد هي distance over time، نفس القاعدة حطبقها، ما في شي جديد. average speed بيقلي determine average speed between two instant، هو بحدد ليهم بالسؤال، بيستعمل كلمة between. لنفترض طلب مني average speed طلع بين ال 1 and 4، بكتب v average between 1 and 4 distance between G1 and G4 على time between G1 and G4. نفس القاعدة عم طبق، ما في شي جديد. G1 G4 قدي في بيناتهم distance، بقيسهم بالمسطرة. طبعا المسطرة بتقيس ليهم بالسنتيمتر، بحول من سنتيمتر للمتر divide by 100 على time. قدي في بيناتهم time، إن بالtime بعد how many tau عندي بيناتهم. هون tau tau tau، عندي 3 tau. تاو عادة بيعطيني إياها بالملي سكند، بحولها للسكند باي ألف، ديفايد باي ألف. أس أي يونت أوف ذا سبيد، أفريج سبيد أو إنستنتينوس سبيد متر بير سكند. تاني مفهوم رح نحكي عنه إنستنتينوس سبيد. إنستنتينوس سبيد at a certain instant، لما يطلبها مني بيقول لي at G1 at G2، بحدد لأي instant بده إياها. شي الـ instantaneous speed at G1؟ قاعدتها جدا سهلة، هي بتساوي الـ V average between قبل هالpoint وبعدها. شوفي قبل الـ 1 0، بعد الـ 1 2، يعني كأنه طلب مني جيب الـ average speed between 0 and 2. نفس القاعدة الأولانية distance between G0 and G2 على الـ time يلي بيناتهم. G0 G2 بيسهم بالمسطرة بعدين بحولهم للميتر. بين الـ 0 والـ 2 G0 والـ G2 كم تاو عندي؟ هاتا وهيدي التانية. هلا حتصيروا تلاحظوا انه دايما بالانستنتينس سبيد تحت بيكون عندي 2 تاو، اما الافرج سبيد بيعتمد على اي 2 انستنت بدي اجيب الفي افرج. دايما انستنتينس سبيد تحت بيكون عندي 2 تاو. افرج اكسلريشن، مثل ما السبيد هي ديستنس على تايم، الاكسلريشن هي سبيد على تايم. يعني أنا فوق لازم يكون عندي speed، تحت time. average acceleration بكتب A average between 1 and 4 لنفترض طلبها مني، هي ال speed V4 minus V1 final minus initial. أوكي، بكون جايبتهم أنا بالبارت اللي قبل V4 and V1 على time يلي بيناتهم. V4 minus V1 اتنيناتهم بالمتر per second، تحت how many tau between G1 and G4 تاو 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 3 تاو. اوكي، رابع شيء instantaneous acceleration، نفس ما عملنا بالسويد. instantaneous acceleration at G1 هي average acceleration between قبلها اللي بعدها 0 and 2، معناتها بدي ناقص V2 minus V0 على how many tau 2 tau. instantaneous acceleration مثل instantaneous speed، تحت دايما في عنا 2 tau. طبعا السبيد بتكون بالمتر بير سكند، تحت سكند، متر بير سكند على سكند، بتطلع الاس اي يونت للاكسلريشن متر بير سكند سكوير. قلت لكم مرات بالسؤال بيعطيني سكيل از ا فراكشن، شو بتصرف بهالسكيل؟ اذا كان السكيل 1 اوفر 2 معناتها اي هاف تو مالتبلاي بالريسبروكال للسكيل يلي هو 2. معناتها انا لما بدي اقيس بالمسطره مثلا طلع بين الجي 1 والجي 3 لنفترض 5 سنتيمتر، بدي اضرب هيدي ال 5 سنتيمتر ب 2، بضرب بالرقم يلي تحت. بهيدا الدرس رح ندرس 3 تايبس للموشن، رح نتعرف على كاركترستكس لكل موشن.
أول تايب رح ندرسه عنوانه Uniform Rectilinear Motion اختصاره URM. امتين الموشن بتكون URM. رح نتعرف عن الكاركترستكس تاعولا. أول شي إذا كان عملي recording للpositions of the object شو بنلاحظ بالURM motion؟ The distance is equal in each interval of time. شو معناتها؟ معناتها عم يمشي الأوبجيك نفس الdistance بكل interval، معناتها G0 G1 equal G1 G2 equal G2 G3 نفس الdistance عم يمشيها بكل interval. Second, the speed is constant. يعني أنا لما أجيب instantaneous speed V1, V2, V3, V4, V5 حيطلع عنده نفس ال value. Third, the acceleration is zero. يعني كمان لما أعمل calculation لل acceleration رح تطلع معي zero. مثل ما ملاحظين عم نحكي بالترتيب أول شي عن ال distance, speed, acceleration. نفس الشي حأتبع هذا الشي ببقية ال motions. هلأ بهالدرس الشيء الجديد رح تتعلموه انه رح نتعرف عن الـ variation للـ distance والـ speed والـ acceleration as a function of time as a graph، وحنتعرف على formulas جديد رح نعوزهم كتير. هنبلش اول شيء variation of x as a function of time. شو بقصد بالـ x؟ x قصدي فيها position of the object، اوكي؟ او الـ abscissa مرات بنقلها. abscissa معناتها قدي مشي from the origin، يعني كمان فين استبدلها ب distance. عم بحكي هلا عن ال distance، كيف عم يتغير ال distance as a function of time. كيف شكل ال XT graph بال URM motion؟ شكله straight line of positive slope. اوكي، والعكس صحيح. اذا كان عندنا هيدا بالسؤال وسألني شو الطايب لل motion بقول له URM motion because the XT graph is a straight line of positive slope. اوكي، ممكن يبلش من الأورجن، ممكن ما يبلش من الأورجن، ما مشكلة. ال T equal to 0 شو بيكون اسمها الـ X؟ X 0 معناتها الـ position of the object at T equal to 0. الـ equation الجديدة اللي حتتعلموها X as a function of time اسمها time equation. يعني لما يقول لك determine أو write the time equation بدي أعرف إنه بدي أكتب هيدي الرول. هيدي الرول منين جاية؟ شوفوا منين جاية. طب مش ها straight line؟ معناتها عنده equation شكلها y equal ax plus b. أوكي، مين ال y axis؟ ال x. مين على ال x axis؟ ال time t. مين هي ال slope لل x t graph؟ هي ال speed. وال b انتو طول عمركم بتعرفوا ال b هي ال intersection with y axis يلي هي مين؟ x 0 position لل object at t equal to 0. عرفنا منين جاي هاي الرول؟ من ال equation لل straight line. اذا كان عطيني هيدا given x t graph بيطلب مني ال slope، كيف بجيبها graphically؟ من ال slope. ال speed هي حتكون ال slope لل distance as a function of time، وكمان ال acceleration هتكون slope لل VT graph. اوكي، مش هيك بدي اياكم تحفظون بالترتيب DVA. هلا بدنا نحكي عن ال variation of V اللي هي speed as a function of time. شو قلنا عن ال speed بال URM motion؟ هي constant بكل instant عندها نفس ال value. فاذا كيف ال graph تاعها straight line parallel to the x axis. اوكي، تالتا variation of acceleration as a function of time. قد ال value لل acceleration بال URM motion؟ هي صفر. فإذا كيف ال graph تاع straight line على ال x axis؟ هلا وصلنا لتاني تايب يلي عنوانه uniform accelerated rectilinear motion اختصاره UARM. كيف بيكون ال distance بكل interval of time؟ The distance is increasing equally in each interval of time. يعني G1 G2 أكبر من G0 G1، G2 G3 أكبر من G1 G2، عم تتزايد بكل interval of time، مش عم تتزايد بشكل عشوائي increasing equally. نفترض G1 G2 زيادة عن G0 ب 2 سنتيمتر، نفس الشيء G2 G3 أكتر من G1 G2 ب 3 سنتيمتر increasing equally. Second, the speed is increasing equally in each interval of time. كمان ال speed عم تعمل increasing لأن ال type تاع uniform accelerated rectilinear motion كمان عم بتزيد equally بكل instant. Three, the acceleration is constant. The instantaneous acceleration at each instant هي
كونستانت، وهذا الكونستانت هو بوزيتيف. هلا بالدرس الجديد بدنا نحول هالمعلومات as a graph. variation of x as a function of time. x سبق بأنها هي d، لأن نفس الفكرة بدنا نحكي d v a، نفس الشيء هون d v a. كيف هي ال variation لل distance as a function of time؟ عم تعمل increasing، ولكن عم تعمل increasing على شكل curve. فإذا كان معكم هيدا الشكل x t graph، بقول لك what is the type of the motion، بتقولي u a r m because the graph is a curve، عكس ال u r m motion يلي بيكون a straight line. نفس الفكرة، ممكن يبلش من الأورجن ممكن لا. شو التايم إيكويشن؟ من هي التايم إيكويشن؟ هي x as a function of time. شو الرول أو شو الإيكويشن تعولها؟ إلى قاعدة بدنا نحفظها، بتكون التايم فيها second degree، مش مثل ال u r m motion يلي الـ time يكون first degree. شو بتقول القاعدة؟ x equal half at square plus v0t plus x0. x هي الأبسسة أو الـ distance، a الـ acceleration، t هي الـ time، ما ننسى الـ square plus v0. شو معنات قصدي بالـ v0؟ الـ speed at t equal 0، initial speed. x0 هي الـ abscissa at t equal 0. most بيجو الـ value لأنه صفر بيريحني منه. اوكي؟ second variation of v as a function of time، كيف عم يتغير الـ variation للـ speed مع الوقت increasing. فإذن رح يكون الجراف تاع straight line of positive slope. اوكي، لانه straight line عنده equation y equal ax plus b، بالy عندي v، بالx axis عندي t، من ان السلوب للv t graph ال a. سبق وحكينا انه ال v هي سلوب للd t graph، وال a هي السلوب للv t graph. الA كيف ممكن نجيبها graphically؟ من السلوب. طبعا بتعرفوا كيف بجيب السلوب، باخد 2 points ال y2 minus y1 على x2 minus x1، وال v0 هي ال speed at t equal 0. third variation of A ال acceleration as a function of time. شو قلنا عن ال acceleration؟ انه هي constant، وهذا ال constant هو positive. اذا كيف هيكون الجراف تاعها؟ straight line parallel to the optical axis. هلا وصلنا للتالت تايب يلي عنوانه Uniform Decelerated Rectilinear Motion، اختصارها UDRM. بالDecelerated Motion نفس اللي حكيناه بالAccelerated Motion، ولكن بالعكس. يعني هونيك the distance is increasing equally in each interval of time، هوني the distance is decreasing equally in each interval of time، بتصير بتتناقص السرعة بكل interval. هيدي الموشن بتصير لما السيارة بدها تعمل stopping. اوكي، بتصير بتتناقص الدستنس، بتتناقص السرعة لحتى توقف السيارة وتوصل للسرعة صفر. second the speed is decreasing in each interval of time، لانه distance عم تعمل decreasing، فاذا السبيد كمان عم تعمل decreasing. v0 اكبر من v1، اكبر من v2، اكبر من v3، etc. third the acceleration is constant، كمان عندها constant value، ولكن هيدا ال value is negative. هلا بدنا نحكي عن الجرافز، ان نفس ما بنحكي عن ال accelerated motion ولكن بالعكس. يعني هون x t graph كمان هو شكله as a curve، as a curve ولكن decreasing. نفس القاعدة half a t square plus v0 t plus x0. second the variation of v as a function of time، كمان a straight line ولكن a straight line هو decreasing، والslope of this line هي ال a. القاعدة لها v equal a t plus v0. third the variation of a as a function of time، كمان a straight line constant، ولكن هيدا ال constant بيكون تحت ال x axis لأن ال value لإله negative، a equal a constant and this is negative. هلا آخر قاعدة رح نتعلمها هي relation between ال v and d، ولكن هيدي القاعدة ما فيها time. يعني أنا إذا طلب مني unknown وما معي ال time لحتى جيب ال unknown المطلوب مني، بستخدم هيدي الرول. أوكي، شو بتقول هيدي الرول؟ v square minus v zero square equal to a d، speed at any instant minus ال v zero at equal to zero، ال a ال acceleration وال d distance. اوكي، هيدي القاعدة وانا بطبقها بال uniform
accelerated rectilinear motion أو uniform decelerated rectilinear motion. أوكي باليو ار ام ما بستفيد منها لأن الـ A بتكون صفر، بيبطل إلها عازم. الرولز يلي أخدناهم بهذا الدرس وظيفتهم لحتى أجيب شيء unknown هو بيطلبوا مني بالسؤال. طيب شو بدي أنصحكم تعملوا؟ إذا كان الطيب للموشن يو ار ام أو يو اي ار ام أو يو دي ار ام، لما تحلوا أي سؤال حطوا القاعدات قدامكم. مثلا يو ار ام حطوا 3 رولز تعولة، نفس الشيء باليو اي ار ام يو دي ار ام حطوا بالترتيب الأكس والفي والاي، تمام؟ وآخر قاعدة يلي independent of time، يعني ما تعقدوها على حالكم، بحط الرولز قدامي. اليو ار ام الفي ايكوال لكونس اي ايكوال لزيرو، هدول منهم رولز. هيدي مثلا هيدي القاعدة اللي بجيب منها شيء انون باليو ار ام موشن، يعني اذا كان الموشن هي يو ار ام طلب مني شيء انون بستخدم هيدي، يعني ما في غيرها. اما باليو اي ار ام او يو دي ار ام إذا طلب مني الأنون، يعني منهن الأنون ممكن يطلبن مني A, T, X أو V أو V0 أو X0، تمام؟ هدولهن الأنون. طيب أمتين أنا مثلا بعرف والله التايم يلي طالبوا مني بدي طلعوا من هالقاعدة ولا من هالقاعدة؟ الجواب جدا بسيط، بحطهم قدامي أنا قلت، كون حافظتهم بحطهم قدامي حسب شو عطيني بالسؤال. مثلا طلب مني التايم عطيني الاكس والاي بطلع التي من هون، اما اعطيني الفي والاي بطلع من التايم من هون. مثلا مطلوب مني الاي عطيني الفي والدي، اوكي ما عطيني التايم، يعني القاعدات اللي فيهم تايم ما بقدر استخدمهم، مش هيك وجدت هيدي الرول اندبندنت اوف تايم مع الدي ومع الفي واكيد مع الفي زيرو بجيب له الاي. يعني دائما اجيب اي انون وبطب فتش على القاعدة يلي معي ياهم كلهم ما تعانى النون يلي سألني عنه بالسؤال. هلأ بدنا نعمل اكزامبل عن اللي شرحناه. شو بقول اول سؤال؟ Determine the nature of the motion in each interval. عندي بالgiven VT graph. V as a function of time. عنا اول interval، تاني interval، تالت interval. اوكي؟ بدي حدد بكل interval شو الطيب للموشن، هل هي URM, UARM, UDRM. بين الزيرو والتو شو عم بيكون، شو عم بيصير بالسبيد؟ عم تعمل increasing. اي type of motion السبيد بتعمل increasing with time؟ UARM since the speed is increasing with time. بين التو والفور the speed is constant. اي type of motion بتكون speed constant؟ URM. بين الفور والسكس the speed is decreasing. فإذا شو الطيب للموشن؟ UDRM. إذا عطيني جراف بقدر استنتج شو الطيب للموشن حسب الـ variation كيف بيكون. Second, calculate the acceleration in each interval. أنا سمع الـ VT graph كيف ممكن استنتج، كيف بقدر جيب الـ acceleration؟ إن الـ A هي الـ slope of VT graph بأول interval بين الـ 0 والـ 2، باخد 2 points واضحين وبجيب منه السلوب. هاي دي السلوب اللي بتطلع معي بتكون هي الاكسلريشن. اوكي اي 2 points حنقي، حنقي 0 0 و 2 10، تمام؟ دايما انتبهوا x y x y. v2 minus v1 على t2 minus t1، ال v فوق لان هي ال y axis والtime تحت لانه هو على x axis، بتطلع ال a 5 meter per second square، ما بننسى القصة يونت. بين ال 2 وال 4 the speed is constant. اوكي وشو السلوب للهوريزونتال لاين؟ هي صفر. حتى لو طبقتوا القاعده بتطلع 10 minus 10 بتطلع الاكسلريشن صفر. بانترفال 4 6 كمان باخد 2 بوينتس واضحين، باخد هيدي 4 10 و6 0، بطبق قاعده السلوب بتطلع minus 5 meter per second square، وصح انه تطلع نيجاتيف لان straight line is decreasing. 3. Calculate the distance covered in each interval of time. مطلوب مني جيب ال distance يلي هي بالقاعدات هي اسمها x، تمام؟ يعني مطلوب مني جيب ال x. هنبلش بأول interval بين ال 0 وال 2. بين ال 0 وال 2 شو كان ال type للموشن؟ UARM. إنا منحط القاعدات قدامنا x equal half at square plus v0t plus x0 v equal at plus v0. في عنا القاعدة independent of time v0 square minus v0
square equal to 80. شو مطلوب من نجيب الديستنس او الاكس؟ موجود الاكس هون وموجودة هون، بقدر اجيبها يا من هالقاعدة يا من هالقاعدة. تمام، خلينا نشوف بقدر اجيبها من هالقاعدة. هل معي الاي؟ يس، جبتها من السلوب. التايم بين الزيرو والتو قد ايه التايم؟ 2 سكند. الفي زيرو، الفي زيرو قد تي ايكوال لزيرو هي صفر، ارتحت منها. والاكس زيرو اذا ما اعطيني اياها بتكون اكيد صفر، فاذا كلهم معي هم من عدا الاكس. القاعدة هون كمان بقدر اجيبها، الفي، الفي ات في فاينل، هيدي الفي هي الفي فاينل، في زيرو هي انيشال، في فاينل هي 10، في انيشال هي 0. والاي معيها بقدر كمان اجيب الديستنس من هون. فاذا اذا اخترنا هالقاعده ولا هالقاعده اثنيناتهم صح، اثنيناتهم حيعطوني نفس الجواب. بنطبق هاف اي تي سكوير بلس في زيرو تي بلس اكس زيرو بتطلع 10 متر، وطبقنا هيدي القاعده كمان بتطلع 10 متر بين ال 2 وال 4. شو الطايب للموشن؟ يو ار ام. شو هي القاعدة تاعت اليو ار ام؟ اكس ايكوال في تي بلس اكس زيرو. قد ايه الاكس زيرو؟ انها صفر. الفي بهيدا الانترفال هي 10 متر بير سكند. والتايم قد ايه التايم لهالانترفال بين ال 2 وال 4؟ قد ايه عندنا تايم؟ 2. فاذا 10 تايمز 2 ايكوال 20 متر. كذلك الامر بالانترفال 4 6، اذا طبقنا القاعده هاف اي تي سكوير بلس في زيرو تي بلس اكس زيرو. الاي هي ماينس 5 جبتها من سلوب، التايم هو 2 بين ال 4 وال 6، التايم هو 2. الفي زيرو عندها فاليو، اوكي، اول ما بلشت الموشن هون عندها فاليو 10 متر بير سكند تايمز 2 بلس الاكس زيرو صفر. ما ننسى هون التايم نعمل لها سكوير بتطلع 10 متر، واذا طبقنا القاعدة التانية كمان بيعطيني 10 متر.